بعد ذلك عدد 2 يافطة تحمل عبارات التهنئة. مبروك عيدك يا كويت، أيامك أعياد يا كويت. وكما تشاهدون وتسمعون، التصفيق الحاد يرتفع من خلال صفوف المواطنين الذين يبدون بهجتهم وفرحتهم بهذه المناسبة الكريمة. وهذه مقطورة لوزارة الشؤون ترمز إلى خدمات الوزارة للشباب والمواطنين. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تهنئ صاحب السمو وولي عهده الأمين بالعيد الوطني المجيد ب 25 فبراير. أطفال من مراكز الشباب وحدائق الأطفال ودور الرعاية الاجتماعية ينشدون أناشيد وطنية وشعبية. يافطة طلبة معهد الغابات العربي يحملون بأيديهم الأشجار التي يغرسون للغد المشرق العزيز. هليت يا عيد علينا يا عيد يا عيد، وكل عام ورا عام بتجينا يا أجمل عيد. تمر الآن مركبة معهد التمرير أيها الأخوة المواطنون، هذا رمز من رموز المسيرة الإنسانية نحو حياة أفضل يسير في الموكب. عربة وزارة الصحة العامة التي جسدت عراقة فن التمريض وعمق جذوره منذ عهد رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، حين قامت نساء الإسلام المؤمنات على رعاية الجرحى في الحروب والمآسي يداوين رجال العرب حتى سمينا بالآسيات. وهكذا مرت مركبات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومركبة معهد التمريض.